أول السلام عليكم. شن داريتا ديال المجموعة السكانية داريتا الحرفيين المنطقة يا ديوسين جار شارع الحسن الثاني تقريبا الزوارخ شارع الأمنات شارع قطر وسط المدينة المركز النس تصل المشاكل، ولكن آخر مشكلة بقرن غالغريق هو يا خويا جان بعد متجولين كي نخاف نقجب الهجوم داريتا يعني الدار ريانة من جميع النواحي. أول من الناحية الأمنية يتمنى أن يكون جميع الأنواع، واثنين استغل الملك العمومي المسكيش بطريقة عشوائية إلا أنهم تتسونا بلي هبورة تقريبا قيمة القيمة الغادة راه في الدورات والحالات على الأخر. وهذه الموضوع شي يتصل بزوارو من كارج من عربة حجاجية السيد رئيس المجلس البلدي، ثم انه تحسبوا النتيجه انتقل فرحان على كشيك على السيد العالي وصلوا وقتنا للقثو وتهربوا النتيجه شنو كان غادي نفس الوضعيه الى حد الساعه. ايوا انا شنو نجيبو ضدي ولا نخدم، ولكن ندير من الضمير انا غير بعد نسال شي قرط تبلع نخاف الغالي وغنغطي السميو السكان تاع المشاكل وزمان بلا ما يقطعوا الناس اللي تاد الزرها كذا اللي نعاود حتى نعش المستوى الامني، لانه غير ودا نتمرغ عندني تاع تمسح حجار وزرو اقش زين ما عندكش الجيش داري تاع ثم انه ايش نهار الجني وتغادي تغش طج غير غدا اخر ويسبو الأمن ويسبو الراحة عطف إلى ذلك نفسه قغاف من السلكون من التجان يزرى دروكسوك بلاستيكات وذلك غير كان فهر من هذا كوفو هذي ما قراش من يعني أهم شيء هو أن الصفة غان غداني تاك حبوثنا واحد بابو بليه أقاش سيد ورحوين لا أريدون شهده واستفاد لنا في جماعة عن الطائرة في القيق سيهن ليش السيد مثلا غاس ونة محلابة وقم تزد غاس قد ليش إن غام حنا الوكالات الحكومية كتاب تستخدم في مغاري إلى بيض الثارس نتكلم وزمان ذلك وتفنا بلد تفنا المشاكل الأساسية تاين تلقى واجبو مشروع ملايين وكأنه مشروع ما كاين مشكلة بحضر قوانين أخلاقي بحضر قوانين تفنا بيجي نوع الترميح ملك عمومي ويدير سلبيا انا خافنا شي كمهنيين ولا السكان ولا خيم سبريد ولا الوينقا الطوموبيل تسود تغير بريد يسعد الدور كود ست طوموبيل تغير جا سيدي غاس دابا يتباركا الطوموبيل استفادت عليه والزرن خاص واضف الى ذلك تاكوش هاد المرة ما غاستي ولا داكشي نجلس ندير حم خافيه غريب داكس هذاك ديجا كمش بار ولغا هاد المرة هاي درجة انه يقال الاشتباكات امو مباشرة تجارة في الكيس شن نروح غير قالوا قنا رزور قالوا انا غادي نصف اي نخ نهزو نهزو كشن حاجة نغني تمنع حن ندم انا غادي نعقب هذه الحالة يا تستدعي شوية بعد السلام عليكم كان دو سيتي غانا غدي نسينا بعد السي كنا بعد حنا يا دان جنانيتين في الشيء اخوة نهار تنسيب الصوتية دانيتين ليش غيني خا معين الصوتية باش تقصبو الحال كارثه كارثه غير قبل الاستعمار كل شيء مناسب لدانيتا كل شيء وين تيدي ايش مكان تسجين تاع شي ثلاث هوات سنة ثلاث هوات الا سوا كري الجني غاش قطع من الزدق الوالدين ايش من داير واحد اني ايش من المخزن فهمت وانا فين واش غادي نلقى شي كيات نلقى السيد العامل نلقى السيد الباشا نلقى رئيس مجلس البلدي رقايل والو من داش غيني والله الا من دار حياتي نغبل قاسم ستوي هون قاسم بار كلشي اخمي وان صدي قمار الاحياء اللي النظار هنا مار مخير يا اخي مشينا قش سواس وان ستس قاسم عن الصباح 6 ونص لازم تسون سكان سكيرز سواس منيس جيرز لازم نعاود نشوف كان ديال زين ستي وان ستس ومشي من داش غينا لان احمد رسول الله زعما التهسيد العامل مبارح للوالدين اظن مش غير كيما هنايا قوى العالمين قال الوالدين وبعدا هو زار قاع بعض المسكين غادي تغا هو بقى والو كلشي لا نيزي الفحش بقى واش بقى خشير وانت تاغرو تغون تجر قوز الجماعات والو ما تسمع حتى تجينا والله الا من غندي تستخدمي هي النضعه ومن غنداني تال الفحش هو من واسع عمر تتسل
واش ملي شغيني بهذا الاستاذ نقول له اسيدي الا قال نعمل بيه الفاسيت العامل زعما الله يرحم الوالدين اغزان واش غدير غادي نمشي نحل ثانيت غادي نمشي نصر بالعنا مشى انا غنعيح قال وحد والله الا نوحد زعما انت شفت المحليه عم غزا قرا الشيء ديولي قرا في مشغل قال له محمد رسول الله قال والو والله الا نوحد قال واش نسمع شحال سندري ثاني قال اول زيد حسن التسع وش الله يجازيهم بخير راه انا خزا راه كنت من نخدم باح الوالدين سني بالواجب واش انا هو مسكين اللي كيقول انا هنا شي ساعه خلاص انا من نسمع كل شيء ماشي شغلنا من كسر هكا نمشي انا غير بعد ليش انا غير حيد الساق امشي انا ديش مش نسجن عدد من كل عدو اللي رقتو واللي بدر سبوني سنه تخزع باش ربما باش الدوره تاع ما في راه يروسخي ايش من كانت مونا شنو وجهو الدوره ديش قاش قارس ولا قاش وجهو الدوره ديش لا سيما نشي المتضررين اولا وقبل كل شيء المساله الامنيه الفوضى هذه واحد ثاني تقول لي شنو هذا الستار زاق ولا سجش الطريقه مشروعه الى اخره وقيم يبلع لي بريد ودك قام ماشي السلبيه تاع قاسمه كل شيء سنين تقول شا الجديد المالي قاسم السلبيه ديال الجديد ولذلك النهار زو غادخل نقاري تين السن شي قانون رقاسي السيد السيد العامل محضر هو غالباش رئيس مجلس البلدية ان نلقى مرة الامكانيات تاعنا القانونية رقمي نارجو عندك ما نارجو عندك سن شبار لا تكمل المسؤولية سن الدكة هذا سن غير ولادها اكثر مش كسن هذا وين عندك شكرا